بس العالم في ناس بين ايديها ما عم تاكل، وفي ناس خارب بيتها ما عم تاكل، ما معها مصاري تشتري اكل لاولادها. في ناس عم تمضي على كيلو كوسة لعائله كامله، ولا نص كيلو بندوره، شو بدي طعمي عائله كامله؟ ربطة خبز حقها 400 ليره. لا بعد فلوس وشراب وكل شيء ما معنا يا اخي، عم تجي صرنا مثل لبنان بنشتغل بالحبه، حبه بندوره وحبه باذنجان وحبه خيار، من قلت المادي الدولار وصل 650 البضاعه شلعه نزل استدعى حاله، ما راح غير علينا. ايه بدنا احنا نشتري بحبه البندوره وهذا نشوفه ما نشتري لاولادنا. في واحد لخالد.